ضربوا الصوره الثانيه ضربوا 85 هدف. الضربه دي استغرقت 30 دقيقه. اطلقوا 125 قذيفه من الطائره بي 1. الطائره بي 1 دي احدث طائره قاذفه استراتيجيه جايه طايره من امريكا لحد العراق وسوريا تضرب وترجع تاني. يعني ما استخدموش القواعد بتاعتهم موجوده لا في المنطقه. لا 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 لا, لا. هو طالع لان الطياره دي طياره هي التوب هو عايز يضرب الطلقه هي عشان ما تجيبش الطياره دي. وهي طياره بتعمل مثلا يعني كاونتر اكشن ما حدش يقدر يشوش عليها ما حد يعني. وبعدين اللي بيحميها 8 طائرات طايرين حواليها بيحموها انت فاهم. انما الطيارات دي طلعت من امريكا ووصلت لحد سوريا. تزود الوقود في الجو وهي جايه تقريبا. وهي طبعا اتزودت وهي رايحه وهي جايه. اتفضل يا فندم. وبعدين هم هاجموا 3 منشآت في العراق 4 منشآت في سوريا في سوريا وضربوا طبعا الاهداف اللي هي حزب الله واهل الحق ومواقع الكتايب وفي سوريا عناصر فرق القدس وعناصر متحالفه. اتفضل يا فندم. الصوره اللي بعديها هنشوف البي 1 ودي احدث طياره هي دي. ونقول الوحش بتاع الطيران لانها قاذفه استراتيجيه. شوف طايره من امريكا 12 ساعه جايه عشان تضرب هنا وتضرب بتشيل حموله تهد بلد مش موقع. فعشان كده طبعا استخدموا احدث حاجه تنفذ المهمه. الصورة اللي بعد كده طبعا العراق اللي هم اتظلمت وقالت ان ده اختراق للامن بتاع الدولة. تخيل انت دولة تبقى انت قاعد وتخش طيارات دولة تانية وتخش تضرب الناس اللي عندك. طبعا ده كلام يعني ما كانش مظبوط واعتقد انه احنا الصورة اللي بعد كده بقى احنا بنبص لبكرة برضه يا احمد. النهاردة على فكرة النهاردة يساوي 120 يوم مع منذ بدء القتال العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. بالظبط. نعم. ويليام جاي بكرة هيزور مصر. هيزور طبعا كذا دولة في المنطقة. وفي كمان وزير خارجية فرنسا جاي النهاردة المفروض. ووزير فرنسا وده برضه ايه يعني فعلا يدينا بعض الامل لان الواحد متضايق على الاخوة الفلسطينيين وما يحدث لهم. طبعا. النهاردة ما زالت المفاوضات متوقفة.